مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناتكم M24. رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت أنه سيتم اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يدين الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وهو نص لا يمكن تبنيه بسبب الفيتو الروسي. وقالت رئاسة المجلس إن الاجتماع سيعقد الجمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، قبل مناقشة أخرى مزمعة بشأن التسربات المكتشفة على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق. في نفس السياق، أعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسمياً 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية خلال حفل كبير يقام في موسكو اليوم الجمعة. واعترف بوتين باستقلال منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين بحسب مراسيم رئاسية نشرت يوم أمس. وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسيم تقام في الكرملين، وأضاف أن الرئيس الروسي سيلقي خطاباً مهماً خلال هذه المناسبة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تعترف أبداً بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا في أوكرانيا. وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ إن الولايات المتحدة لن تعترف أبداً بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة. وأضاف أن الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة وأن النتائج تولت موسكو فبركتها حسب تعبيره، مشيداً بتضحية الأوكرانيين من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم. في خبر آخر، قالت شركة نورد ستريم أي جي التي تشغل خط أنابيب نورد ستريم 1 إنه من المرجح توقف تسرب الغاز من خط أنابيب نقل الغاز يوم الاثنين، وأنه من غير الممكن إعلان أي توقعات بخصوص التشغيل المستقبلي لخط الأنابيب قبل تقييم حجم الضرر. التقرير لرغدة قابوري. شركة نورد ستريم إي جي التي تشغل خط أنابيب نورد ستريم 1 صرحت في بلاغ صحفي أنه من المرجح أن يتوقف تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 يوم الاثنين. متحدث باسم الشركة ذكر أنه من غير الممكن إعلان أي توقعات بخصوص التشغيل المستقبلي لخط الأنابيب قبل تقييم حجم الضرر. شركة نورد ستريم إي جي قالت إنها لن تتمكن من إجراء التقييم قبل وصولها إلى المنطقة. من جانبه، الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقات في سبب التسريبات بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 اللذين تديرهما شركة غازبروم تحت بحر البلطيق. الاتحاد الأوروبي يقول إنه يشتبه في حدوث تخريب متعمد. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت في مؤتمر صحفي إلى أن يكون تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن أضرار خطي نورد ستريم موضوعياً. ماريا قالت إن للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في توقف خطي أنابيب نورد ستريم لأنها ستكون قادرة على زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال. وعكس هذه التوقعات، رصد تسرب للغاز في موقع رابع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق المستهدف بعملية تخريب غير مسؤولة وفق حلف شمال الأطلسي، في حين دعت موسكو إلى إجراء تحقيق. وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان وجهة نظره حيال هذا العمل التخريبي غير المسبوق، وأسماه بالعمل الإرهابي الدولي. ونعود للخبر الوطني، حيث قرر مجلس الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 30 من شتنبر الجاري إلى غاية 31 من أكتوبر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. شيماء باكا والتفاصيل. خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مجلس الحكومة قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في الساعة 6 مساء إلى غاية يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة 6 مساء، وذلك من أجل الاستمرار
في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وبالمناسبة صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر. يهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89/13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 219/121 بتحديد كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها. مجلس الحكومة صادق كذلك على عدد من مشاريع مراسيم القوانين، من بينها مرسوم مشروع يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بأجال الأداء. وفي الختام صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وبالرباط تم يوم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية لتخصيص رحلات جوية بأسعار تفضيلية لمشجعي المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. تفاصيل هذه الاتفاقية في تقرير رغدة قبوري. 5000 درهم سعر حدد لتذكرة الذهاب والإياب الخاصة بمشجعي المنتخب المغربي الراغبين في حضور كأس العالم قطر 2022. تخصيص رحلات جوية بأسعار تفضيلية يأتي بفضل اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية. هذه الاتفاقية هي لوضع واحد الدعم طرف الوزارة للجامعة الملكية كرة القدم ولا للاغام باش أولا يرفعوا من عدد الطائرات اللي تربطوا ما بين المغرب وقطر، إضافة إلى الرحلات اليومية المباشرة من الدار البيضاء إلى الدوحة. شركة الخطوط الملكية المغربية ستبرمج خلال نفس الفترة رحلات إضافية مباشرة ذات طاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد. غادي نبرمجوا تقريبا 27 رحلة ما بين 20 نوفمبر إلى 4 ديسمبر. 27 رحلة فيها كل نهار رحلة ما بين الدار البيضاء والدوحة، وتقريبا 12 رحلة قبل من المباريات الثلاثة ديال المنتخب الوطني المغربي. كل مباراة غتكون فيها 4 رحلات في نفس النهار. للاستفادة من العروض التفضيلية الخاصة بمشجعي المنتخب الوطني يشترط التوفر على تذاكر الولوج إلى المباريات. التذاكر الخاصة بالسفر ستطرح للبيع خلال الأيام القادمة عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية. تحت شعار تحديات وحلول دعا مشاركون في الدورة 11 لمنتدى الاتصال الحكومي المنظم بشارقة إلى النهوض بالإنتاج الدرامي العربي لتمكينه من الإسهام في بناء الوعي وحماية الهوية العربية. صبية عثمان. خلال الدورة 11 لمنتدى الاتصال الحكومي المنظم حاليا بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، دعا المشاركون إلى النهوض بالإنتاج الدرامي العربي لتمكينه من الإسهام في بناء الوعي وحماية الهوية العربية. وأوضحوا خلال المنتدى أن القنوات التلفزية الرسمية بمقدورها النجاح في إنتاج دراما تجمع بين التشويق والقيمة الفكرية والفنية، كما شددوا على وجود حاجة ملحة لإنتاج درامي يتناول الفترات التاريخية المضيئة والملهمة ويمكن الأجيال الجديدة من التعرف على ماضيها ويعزز وعيها ويساهم في حماية هويتها وثقافتها.
يشارك نادي الشارقة للصحافة هذه السنة بثلاث جلسات حوارية متخصصة في مجال الصحافة والإعلام. هذه السنة لدينا ثلاث جلسات تتمحور حول حوار الأجيال. نأتي بخبراء من متخصصين في مجال الصحافة والإعلام لنقلها للأجيال أو الطلبة الموجودين في كليات الإعلام في الدولة للاستفادة من هذه الخبرات ونقل المعارف كذلك. منتدى الاتصال الحكومي المنظم بمشاركة نخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي يناقش القضايا ذات الصلة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، كما يستعرض أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية. وبالقاهرة تم إعادة انتخاب المغربية السيدة عثمان فتيحة رئيسة لمجلس سيدات الأعمال العرب بالمغرب، رئيسة للجنة الثقافية والاجتماعية لمجلس سيدات أعمال العرب للفترة ما بين 2022 و2026. عودة مع صفية عثمان. مجلس سيدات الأعمال العرب عقد أعمال جمعيته العمومية للدور الانعقادي السابع 2022-2026 بالقاهرة بمشاركة وفد مغربي ترأسته السيدة عثمان فتيحة رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب بالمغرب. الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع شهدت عرض فيلم وثائقي يجسد مسيرة المجلس على مدى 23 سنة منذ تأسيسه بالجامعة العربية سنة 1999. اليوم كانت لي مفاجأة كبيرة أن انتخبت كرئيسة للجنة الثقافية للمجلس. بفضل هذا المجلس يعني أصبحت المرأة العربية قريبة من المرأة المغربية، ونحن الآن نتبادل الخبرات، نتبادل التجارب، نتبادل الثقافات، وأصبحنا كلنا نعرف ثقافة بعضنا. يعني المغربية اليوم أصبحت قريبة من السيدة الخليجية بالذات. وفي كلمة بالمناسبة أكد الأمين العام لجامعات الدول العربية أهمية الدور الذي يطلع به مجلس سيدات الأعمال العرب كمؤسسة عربية تمثل إنجازا مهما للمرأة العربية وفضاء ملهما لتعزيز المبادرات وتأكيد لدور المرأة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود. وتم خلال الاجتماع تقديم التقرير الإداري للمجلس عن الدورة السادسة من قبل الأمين العام للمجلس، عارضا فيه جميع الأنشطة والمشاركات للمجلس والدور الإيجابي الذي قدمه لخدمة المجتمع عامة وسيدات الأعمال والاقتصاد والتجارة خاصة. وفي أخبار الفن السابع، جرى بالفضاء الثقافي والسينمائي هوليوود بمدينة سلا عرض الفيلم الروائي قصر نظر ميوبيا للفنانة والمخرجة المغربية سناء كرود المشارك في المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة في إطار الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. هي من الهدف والتفاصيل. عرض الفيلم الروائي قصر نظر أو ميوبيا للفنانة والمخرجة المغربية سناء كرود بالفضاء الثقافي والسينمائي هوليوود بمدينة سلا، وذلك في إطار الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. الشريط المشارك ضمن المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة من إنتاج مشترك بين كندا والمغرب يجسد الصعاب والتحديات التي تواجهها المرأة القروية والنساء بشكل عام من خلال قصة فاطم التي شخصت دورها سناء عكرود نفسها. سعيدة جدا أنني نتشارك هذا الفيلم مع الجمهور السلاوي ومحبي السينما واللي مازال ما شافوش الفيلم، وحتى اللي شافوا الفيلم يعاودوا يشوفوه ويعيشوا مع فاطم الرحلة ديالها الإنسانية. ميوبيا سناء عكرود يعالج مجموعة من المواضيع المطروحة في المجتمع المغربي مثل أهمية التعليم لفائدة المرأة سواء في العالم القروي أو الحضري وعيشها في بيئة تضمن كرامتها.
اللي مهم في هذا المهرجان المراه هو اننا كنشوفوا من خلال الافلام يعني جوانب ديال عالم المراه المغربيه، سواء كان داخل المدينه او سواء كان داخل القريه. والجميل انه ملي كيكون فيلم من توقيع يعني مخرجه يعني امراه، هذا دليل على اننا غادي نشوفوا واحد الجانب من شخصيات يعني النساء اللي ما كنشوفوش في اغلب الافلام، يعني كنشوفوا العمق. فيلم قصر نظر الصادر سنة 2022 شخص أدواره عدد من الوجوه المعروفة في الساحة السينمائية الوطنية كغزلان الإدريسي، قدس جندول، وفاطمة بوجو، ومحمد عياد، ونبيل عاطف. كانت هذه آخر مواد نشرتنا، ألقاكم بعد قليل في موجز لأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.